انطلق الشوط الثاني للتقسيمة الأولى. اللعيبة بتحاول تطلع كل اللي عندها، والمدربين في قمة تركيزهم عشان ما يفوتهمش أي موهبة. كل ما الوقت بيفوت كل ما الماتشات بتسخن اكتر، وكل ما اللعيبه بيدخلوا في الاجواء والتركيز اكتر. يمكن ده اللي كان محتاجه عبد الله، المهاجم اللي لفت نظر المدربين بعد فرصه الكتيره اللي ضيعها على المرمى واللي كانت كفيله تحبط اي لعيب. احنا كلنا ضيعنا، ايه المشكله؟ فاهم قصدي؟ ما تتحرجش ماشي؟ يلا شد حيلك كمل، اوعى توقف يا عبد الله. طول ما عندك حلم ومصدق فيه فانا مش خايف عليك ولا يهمك يا عبد الله. ثبت في حلمك وتنك وراه. بس كان واضح لكل اصراره الكبير على احراز هدف. وده اللي نجح فيه اخيرا عشان يحتفل احتفال زود اهتمام كابتن احمد الكاس. عبد الله كانت عيني عليه من البدايه، لقيته بيلمس الكره كويس، كنترول كويس، تحركه كويس وعنده رؤيه. بعد ما احرز الهدف لقيته بيطلع حاجه بس مش عارف ايه هي، ولقيته يعني شكله كده منهار شويه، وهو طالع انا رحت رايح له: يا عبد الله عامل ايه يا حبيبي؟ تمام؟ ايه اللي جون الجميل ده؟ كنت في حاجه بتطلعها بعد ما جبت الهدف؟ سوري طبعا الله يرحمك. كان نفسه ان هو يشوفك انك انت لعيب كوره؟ طبعا يا كابتن، انا نفسي اعمل. انا عايز اقول لكم يعني ده والد عبد الله، وانا فوجئت ان هو بيطلع حاجه فبيبوسها. عايز اجيب جون عشان خاطر ابويا الله يرحمه، كنت نفسي اجيب الجون ده عشان اهديه ليه هو، عشان كده بوست الصوره، عشان انا فعلا وحشني جدا. انا اللحظه اللي عبد الله وهو طالع فيها وبتكلم معاه وصدمني في ان هو بيقول لي انا طلعت صوره والدي، هي دي اللحظه اللي انا يعني استرجعت في حوالي مثلا دقيقه كده ذكريات والدي الله يرحمه، فحسيت بالابوه فعلا. ان شاء الله باذن الله تحقق امنيه والدك اللي هو كان بيتمنى، اكيد بيتمنى انك انت كنت تبقى لعيب مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. خد وربنا يرحمه، شد حيلك، وفي نفس الوقت لازم تركز بقى انك انت تحقق امنيته ان شاء الله باذن الله، وما تنسوهوش من الدعاء، لازم تدعو له على طول. يلا بالتوفيق ان شاء الله عبد الله، شد حيلك حبيبي، شد حيلك. اسمي عبد الله عبد المجيد، عندي 14 سنة. أنا وأنا عندي 7 سنين أبويا الله يرحمه كان كل شوية كان محببني الكرة من صغير قوي، فكان بيوديني اختبارات كتير. وبعد ما توفى الله يرحمه أخويا الكبير طبعا على طول هو اللي وراه في كل حاجة. أخويا مهاري من صغره، وكان أبويا بيدعمه جامد قوي، كان وصيته ليا إن هو أهتم بيه وأكمل المشوار اللي هو كان المفروض هيكمله يعني معاه. من ساعة وفاة الوالد وأنا طبعا شلت المسؤولية. أنا أخويا دايما كان على طول ورايا بعد أبويا الله يرحمه، لما كنت رايح ألعب في الشارع يفضل يتفرج عليا وبيديني ثقة بنفسي، وكنت بحس إن هو أبويا الله يرحمه هو اللي واقف جنبي، حتى وإحنا ماشيين في الشارع بيديني الكورة وبيقول لي العب، وبيعلمني شوية حاجات وإحنا ماشيين، وبيخليني أبقى عندي ثقة بنفسي. أبويا الله يرحمه برضه وأنا صغير قال لي وصية، قال أنا نفسي لما تكبر كده أطلع لعيب كورة سواء كنت عايش أو كنت ميت، وأنا نفسي أطلع لعيب كورة عشان أحقق له الوصية اللي هو كان عايزها. نفسي أفوز بمسابقة كابيتانو مصر عشان أحقق وصية أبويا الله يرحمه وأعوض عمر أخويا عن التعب اللي هو شافه معايا.
كابتن طارق. اه لعيب. التعزيمة التانية فيها لعيبة كتير حلوة. ايه يا معايز، اسرق مع مين؟ انا ولا مع كابتن طارق؟ اللي ينطع الكرة اكتر انا اكون معاه.